تمام. السؤال التالي، هل من حق الزوجة شرعا تخصيص مصروف خاص بها لحاجاتها الشخصية غير الطعام والشراب والكساء والدواء والكلام ده؟ الزوج يرفض، وبطبيعة الحال أي فتاة لها احتياجات خاصة بها. أولا، الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف إيواء وغذاء وكساء ودواء. المسكن لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كان هذا في المطلقة ففي غير المطلقة من باب أولى. أما المطعم والمشرب والكسوة، قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حديث معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. إذا قام الزوج بذلك فقد أدى ما عليه كفرائض. وأما ما وراء ذلك من الكماليات ويعتمد مصروف خاص فهذا ليس من الواجبات المحتومة، إنما من قبيل المروءات والمعاشرة بالمعروف. كان الحديث عن الواجبات المحتومة فالإيواء والغذاء والكساء والدواء وما سبق تفصيله. أبواب البر بعد هذا والمعاشرة بالمعروف مفتوحة على مصراعيها، وينبغي للنبلاء من الناس ألا يقصروا في ذلك، فإن أفضل نفقة ينفقها الرجل هي تلك التي ينفقها على أهله توسعة عليهم وتطيبا لخاطرهم. دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته في رقبة، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على أهلك، أفضلها أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. والهدية تجلب المحبة وتزيد المودة، فلا ينبغي لذوي المروءات إن كانوا من أهل اليسار الشح ببذل هذا المصروف، لا سيما إذا لم يكن لدى أهليهم مصدر آخر للمال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. روى الشيخان عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. والحيث الذي ذكرته لحضراتكم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. أبو كلاب يقول لقد بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. نعم، حديث المتفق عليه حديث سعد ابن أبي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فم امرأتك.